الوصية الأولى قولية، وهي قوله حسبي الله ونعم الوكيل 7 مرات صباحا ومساء. وفيها لنا من كنوز الرحمن وعطاياه خبر حبيبه ومصطفى، من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات في الصباح وفي المساء كفاه الله ما أهمه صادقا بها أو كاذبا. فحافظوا عليها، علموها أهليكم وأصحابكم بتعليم النبي. الوصية الثانية عملية، حافظوا على الجماعة في الصلوات الخمس، ولا يصليها أحدكم إلا جماعة، فمن حافظ على الصلوات الخمس جماعة ففي الأثر فقد ملأ البر والبحر عباده.